علاقة المتهم كريم بعمه كانت عاملة ازاي؟ احنا كنا بنشوف علاقة كويس لانه كان بيعمل مشاكل كتير. يعني الولد ده اول واحد بيجي من اهله يقف عشانه، بس هو كان بيجي لعمه كتير، يعني حب المال قوي، يعني ما بيخلوش يتعامل مع حد. طبعا انت ما تلاقي اخوك بتاع مشاكل هتبعد عنه، كان حارم عياله من كل حاجة، ما كانش بيحب عياله وجوزنا، ولا يسرق ولا يقتل ولا الكلام ده. فطبعا انا لما قالت لي نور الشقة كله قايد، قلت لها بس يبقى كده ابوكي يا تحت في الشقة ومش عايز يفتح لنا، يا اما ابوك حصل له حاجة. انا اتربطت على سرير، ايد ورجل من ورا ظهره ما ينون على بطنه على سرير، قالوا لنا عن يابا وخدوا بتاع الاسم. كنت حاسة ان انا مش واعي. كده الواقع بالتفصيل اللي حصل. بالتفصيل عيال اخويا اتصلوا بيا قالوا تعالى عشان اخوك ما بيردش علينا وكده. يا بنت ازاي؟ قالت لي احنا قاعدين نخبط ونرن عليه بالتليفون وكده مش عايز يرد علينا. المهم دورت المكنه بتاعتي ورحت انا وابني واتنين زمايله، رحنا طلعنا البيت عنده هناك ومفيش حد قاعد معانا في البيت. يا بنت قالت لي اخوك ما بيردش علينا، احنا خبطنا كذا مره وما بيردش علينا وكده. طب هتعملوا ايه وكده؟ قالت لي عم ناصر نكسر الباب. عياله مرفت وايمان. طب يا بنت هتكسر الباب؟ قالت لي نكسر الباب. رحت جايب اجله وشاكوش، انزل يا كريم تحت اجله وشاكوش، ورحنا كسرين الباب. فتحنا الباب من جوه لقيت اخويا ايه متوفي مربوط من رجله من ايديه. قوم يخشوا، قلت لهم محدش يخش بقى جوه. انزل يا كريم تحت اتصل بالحكومه. اتصل كريم بالحكومه تحت، جت الحكومه طبعا حقق مع ده ومع ده ومع ده ومع ده. متوقع انك تشوفه في الوضع ده؟ لا مش متوقع الحاجه دي، مش متوقعه خالص ابدا. فطبعا جت الحكومه حققت مع الناس تحت ايه اللي حصل. قلت له حصل كذا كذا، مين اللي كسر الباب؟ قلت له انا اللي كسرت الباب، انا اخوه وعياله واقفين معايا. قال لي طب ماشي، خدوا التحقيقات بتاعتنا وكده. طب اخر حد طلع مين؟ سالوا الجيران وكده. طبعا احنا اخر حد طلعنا فوق عنده انا وابني واتنين زمايله. راحت الحكومه واخدانا معاهم، خدونا انا على النيابه وخدوا ابني على الاسم، ومن يوميها انا ابني في الاسم لغايه دلوقتي ما طلعش. علاقتك باخوك كانت عامله ازاي؟ انا علاقتي باخويا كويسه الحمد لله، بس هو في حاله وانا في حالي. طبعا اخويا تاجر بيجيب اجهزه كل، يعني بيجيب تكاتك ومكن والكلام ده لناس. كل شويه طبعا الاقي حد جاي لي، ده اخوك عامل معانا مشكله، اخوك مشتكينا، اخوك طول ما جدعان ابعدوا عنه، انا ماليش دعوه بيه. طبعا انت ما تلاقي اخوك بتاع مشاكل هتبعد عنه، صح ولا كلامي غلط؟ اه، ما انت هتجيب لي المشكله ليا انا واخويا وابني، ممكن توقعنا في مشكله، اتحبس انا او ابني يتحبس وكده او حد. اليوم اللي اولاده اكتشف في الواقع، هما كانوا اصلا يعني بيسالوا عليه في العاده ولا ما كانش فيه صله؟ بيغيبوا ويروحوا عنده، لان هو ما كانش مديني الوش لحد يجي عنده خالص. ليه؟ هو من زمان على كده كان متجوز حريم ومطلقها وكده، فليه عيال في شارع شبرا وفي المنصوره وكل حته، فمفكر اللي جاي عنده ده عايز حاجه منه. حتى لو كان ولاده، اه كان حارم عياله من كل حاجه، ولا جوز عيل ولا عمل مع اي عيل من عياله حاجه خالص. يعني طبعا الاب ده بيقف مع عياله في كل حاجه، ده ما كانش الكلام ده خالص. في مين اللي ممكن يعمل كده؟ انا عن نفسي مش شاكك في حد بصراحه، انا عن نفسي مش شاكك في حد، لان هو كان مشاكله كتير قوي، مشاكله كتير مع الزبائن بتاعته طبعا بيشتكي ناس وكده. انا ما مظلمش حد، هو من ساعه بقى ما ربنا كرمه بالجنيه والقرش جنيه عمى عينه خالص، مش شايف حد في الدنيا دي الا الفلوس بس. كان اخواته يعني انت علاقتك بيه كانت عامله ازاي او كان بيعاملك ازاي؟ انا كنت بروح له على طول الاول لما لقيت مشاكل على طول، واخر مشكله دي عملنا لها بسنه ونص، عملوا شغله جامده هناك، والجيران قالوا لا ده كده في حاجه جامده. رحت متصل بتوع المصحه جم خدوه، قعد بتاع اسبوع. ما انا خايف عليه برضه، خايف على نفسي، واخد بالك انت؟ اما اوديه المصحه ولا يروح القسم. قعدتوا اسبوع، المهم اتصلوا بينا، اخوك احنا بصينا عليه ما بياخدش حاجه، واخوك عايزك تيجي له كده. رحت رايح له، هتعمل ايه يا منصور؟ هتمشي من هنا تأجر البيت ده وتيجي عندنا تقعد. قال له خلاص ماشي. اتاريه بيهودني ده كله عشان ايه؟ يمشي من هناك. ولما جينا هنا برضه قال لك لا انا مش همشي. يا عم انت مش قلت؟ قال لي لا مش همشي من هنا، مش همشي اما اموت من هنا. رغم ان يعني اخوك اكيد برضه جواك مشاعر يعني كويسه ليه، ده انتوا اخوات برضه يعني. اخر ايه؟ انا كنت زعلان بتاع سنه ونص عن معايا ما بروحش. لما اخويا عياله اتصلوا بيا دورت المكنه ورحت، لان اخويا وحش حلو اسم اخويا. حسيت بايه لما جالك الخبر وقالوا لك اخوك توفى؟ او انا شفته بعيني، مش انا بقول لك انا خسر الباب ودخل انا بنفسي جوه، شفت المنظر بعيني على السرير زي كده. حسيت بايه لما شفته في الوضع ده؟ حسيت بحاجه، ذهول جامد قوي، لان كان منظر ربنا ما يكتبه على حد. احكي لي كده علاقتكم ايه كانت بالمجني عليه؟ كان بيحبه جدا. عم منصور كان بيحب كريم جدا اكتر من عياله. ايه عادي، معلش بس عم منصور ده كان يبقى بالنسبه لكم ايه او علاقتكم بايه؟ عمي كريم. ابقى عمي كريم مجني عليه. المجني عليه كان يبقى عم جوزك. أيوة.
كان مثلا كان بيحبه جدا. يا كريم انا عايز اعمل لي اكل. حاضر يا عمي خدي جيبي اكل لي ويروح يوديه له. بصي كان كل حاجه. كريم عارفه الساعه 3 الفجر دي يرن عليه. نعم يا عم. معلش يا كريم بكره روح اعمل لي ورق. خلص لي ورق. حاضر يا عم. كان بيحبه جدا. وجوز انا مش شكل مش ولا يسرق ولا يقتل ولا الكلام ده. ليه الوحيد اللي شكوا فيه ان هو ممكن يتخلص من عمه؟ اقول لك ليه. عشان عياله هو بيحبه اكتر من عياله. كريم ده عند عمه منصور مش عايز اقول لك بالنسبه له هما الاثنين مهما يتخانقوا مثلا زعلان منك او يجي يبص ايده ما تزعلش يا عم. يعني كريم اصلا قلبه طيب ومن نوع كمان اللي بينزل يشتغل الساعه 6 الصبح على توك توك يلم يجي 10 جنيه 5 جنيه من زملاء دي يجي خدي ندفع القسط احنا معانا قد كده. دي عشتنا يعني. بني ادم ده انا عشت معاه 7 سنين يعني. شفت منه ما عمره ما دخل حاجه حرام في بيته. كل حاجه حلال ومن تعبه ومشقاه. كان اقرب واحد للمجني عليه. اقرب واحد ليه وكان بيحبه عم منصور كان بيعشق حاجه اسمها كريم. يعني اقول لك اكتر مثلا من اخوه بشويه. ليه؟ كان تحت رجله. وروح يا هبه روقي العمي. اقول له حاضر. اروح اروق الشقه مفيش اي حاجه. فهماني؟ عشان هو وحيد. عم منصور ده وحيد في الشقه. ليه؟ ما كانش بيحب عياله. انا عايز اعرف بس علاقه المتهم كريم بعمه كانت عامله ازاي. احنا كنا بنشوف علاقه كويسه لانه كان بيعمل مشاكل كتير. كان الواد ده اول واحد بيجي من اهله يقف عشانه. لكن انا كعبد الله ما شفتش منه اي حاجه وحشه الولد لانه كان بيجي على طول واقف في صف عمه بس. يعني السلوك اللي انت كنت بتشوفه انه دايما طول الوقت مع عمه اي حاجه كانت تحصل يجي يقف له بس. لكن ما سمعناش ان هو جه مسك فيه في مره ما عملش معاه مشكله. بس هو كان بيجيب يصوت لاي حد حتى لاخواته حتى لو ابن اخوه هو بيجيب لاي حد حاجه صوت. ومشكلته انه كان لما حد يتاخر كان يظهر منه قله ايه حته بقى اللي يزعق اللي في ادبه في الكلام ده بس. شايف ليه الوحيد اللي اتهموه بالموضوع ده؟ مش عارف بس هو الناس كلها دلوقتي بيقول لك اصل فلان جه واولاد اخوه جم ومش عارف ايه. فممكن يكونوا هم في الدائره الاولى في الشكل ده وارد يعني. الناس حواليكوا او الجيران بتقول ايه عن سلوك المجني عليه؟ هو كان كويس بس كان بيقل ادبه مع اللي بيتاخر معاه. ومشكلته لما حد كان يجي يركن قدام البيت يمكن تلاقي ناس كتير هتقول لك الكلام ده يزعق. حد شافه قدام البيت امشي يلا مش عارف ايه الكلام ده كله. شايف ان ده سبب ان يموت الموته دي؟ الله اعلم بقى. كل واحد بيموت الموته اللي ربنا كاتبها له. بس هو كان علاقته برده مع بعض الناس بشكل مش كويس. ما انا بقول لك بسبب ان مثلا حد يقف قدامه حد يجي من العيال الصغيره اللي انت شايفاهم دولت يجي يقعد يلعب يقعد يزعق له امشي يلا يشتم بالفاظ الكلام ده كله. طيب لما اتهموه سمعت من ولاده قالوا ايه عن كريم؟ ما شفناش ولاده لحد دلوقتي غير ان هم كانوا قاعدين قدام البيت ساعه الوفاه وبعدها ما حدش شفته تاني. اتكلمنا كده عن الفتره الاخيره قبل ما المجني عليه يتقتل. كنت بتشوف علاقته ازاي مع المتهم؟ لا انا ما اعرفش علاقتهم مع بعض ايه. بس هو كان بيجي لعمه كتير يعني. اي خناقه اي مشكله كان هو بيجي لعمه ويقف لعمه ويتكلم مع الناس كده. بس انما ما اعرفش ايه اللي بينهم وبين بعض او علاقتهم ايه مع بعض دي ما كنتش اعرفها. ما كانش في مشاكل مع حد معين في الفتره الاخيره؟ لا 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 لا, لا, لا. هو يعني حتى الناس ما بقتش تدق له يعني. حتى لو زعق كله بيشوفه ويسيبه يمشي يسمع الزعيق او الشتيم يكبر دماغه يمشي. كلنا عرفناه يعني. يعني الجيران مش شاكه في حاجه معينه؟ لا احنا ما نعرفش دي بقى. انا شكيت برضو في حكايه كريم دوت. كريم دوت ما بينزلش لحد من زور يعني بصراحه. هم بيقولوا ان هو من زمان وهو بيساعد عمه بيبقى واقف له في اي مشكله. ف ايه الموضوع ده؟ للمصلحه برضو. لكن هم ما بيحبوهوش بصراحه لان الراجل دوت زي ما تقولي حب المال قوي يعني ما بيخلوش يتعامل مع حد. يحب المال قوي. انا بعزيك في وفاه والدك البقاء لله. اشرح لي كده ايه اللي حصل وقبل يوم الواقعه اخر مره اتواصلت معاه كانت امتى؟ كان قبلها بيومين بالظبط. هو اتصل بيا وقال لي عايزك تلم اخواتك وكان عايز اختي الكبيره بالاخص هي وابنها. وبالفعل اتصلت بيهم وجينا. ما كانش بيرد عليا في اليوم ده خالص. فضل ترن عليه اكتر من 25 مره ما بيردش. طلعت اخبط ما حدش بيرد. قلنا للحاجه اللي فوق عايزين نكسر الباب. قالت لا عشان هو والدي مريض سكر. قلنا ممكن يبقى عنده غيبوبه السكر او كده. ما كانش بيرد علينا خالص. التليفون برده ما كانش بيرد. كان في فرح قدامه. فقلنا هننزل نستنى تحت شويه. اتاخر اكتر من ساعه او اكتر. فطبعا احنا قلقنا. قلنا هنكسر الباب. لقينا واحد اسمه ابو موتى طالع. ابو موتى ده صاحب ابن عمي. قلنا له انت جاي ليه؟ قال عشان ادفع قسط. فطبعا قلنا له طب ممكن تشوفه عند المحامي. قال تمام ماشي وراح. وهو جاي لقيناه بيتكلم في التليفون وبيقول بنقول له انت بتكلم مين؟ قال رنيت على كريم. كريم دوت اللي هو ابن عم. وعم ناصر
رد عليا وقال لي جاي عم ناصر دوت اللي هو يبقى عمي بس. فالمهم جه لقينا عمي جاي، راحت اختي الكبيره قالت احنا هنكسر الباب سواء عمي جه ما جاش احنا هنكسر. شاكين في حاجه معينه لما غاب عنكم الفتره دي كلها؟ لا احنا كان كل شكنا ان هو مثلا بره بيجيب حاجه، مثلا ممكن تكون تعب جات له غيبوبه السكر تعبان، فده اللي خلانا ان احنا قلنا هنكسر الباب. بس الحاحه عليكم قبل الواقع ان هو لازم يشوفكم ده يمكن قلقكم؟ لا خالص، احنا كنا يعني بنقول عادي هو مثلا عايز عياله حواليه زيه زي اي اب عايز يلم عياله حواليه، بس ما كانش فيه شك من اي حاجه. فبالفعل لما جينا عمي كسر الباب، مسافه ما كسرنا الباب عمي دخل بنبص كده لقينا الاوضه اللي هناك متبهدله خالص والمخدات والكراسي متقلبه وكل حاجه. الباب دوت لما بيفتح على الاوضه اللي هي اللي جوه، فعملنا الباب كده. فاختي راحت قعدت طولته على الوشوش تقول له يا عمي كده في بابا في حاجه او حد دخل الشقه، احنا ده كله مفكرين ان حد دخل سرق الشقه وهو مش موجود. فبنعمل الباب كده لقينا بابا متربط على السرير ايده ورجل من ورا ظهره وملفين الحبل على بقه وعلى مناخيره ورقبته ونايمينه على بطنه على السرير. طبعا اختي قعدت تصوت وتخبط على الحيطه انا عايزه الحكومه. وانا حسيتي بايه وقتها لما شفتي في الوضع ده؟ كنت حاسه ان انا مش في وعي ونزلت الشارع بقيت عماله اشتم في الناس واقول لهم انتوا اللي موتوه، والتم على وشي واقول لهم انتوا اللي موتوه وصوت واقول لهم انا عايزه الحكومه دلوقتي. فعمي قال لابن عمي روح هات الحكومه. شكيت في حد معين وقتها او لا خالص؟ ولحد يعني لحد ما الحكومه جت احنا ما كانش فيه شك عندنا في اي حاجه. كان علاقتك عامله ازاي بوالدك؟ كانت طبيعي يعني سطحيه اللي هو انا متجوزه وقاعده في بيتي ممكن نيجي نبص عليه. بيحصل خلافات ما بين اي اب واولاده، مثلا بيزعل منهم ان هم ما بيقولوش، ده كان كل الخلافات اللي ما بيننا. كنت بتحبيه؟ اكيد طبعا، مفيش حد بيكره اهله مهما كانوا. بعض الجيران بيقولوا ان اولاده ما كانوش بيحبوه ولا بيسالوا عنه. لا ممكن يبقى زعل، لا عمرنا ما كنا بنكرههم، بس هو يعني ممكن يبقى خلافات ما بين اي اب وعياله، لكن عمر ما الخلاف هيوصل عياله ان هم يكرهوه. احكي لي المجني كان بالنسبه لك ايه؟ والدي انا اكبر اخواتي، وفي اليوم اللي هو توفى فيه ده احنا كنا رايحين انا واختي وبنتي، فطبعا احنا طلعنا واختي طلعت الاول قعدت تخبط فوق وتخبط تحت، هو اللي شقتين فوق بعض، فطبعا مش عايز يرد خالص ومش لاقيينه. فانا طلعت للسكنه اللي فوق عشان هي على طول كانت ساعات بتنزل تقعد معانا يعني انا وهو. فقلت لها خالته محمد بابا فين؟ قالت لي هو انا ما شفتوش طول النهار. قلت لها طب دلوقتي احنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اكسر الباب، نفتح الباب ولا اي حاجه عشان خاطر نطمن عليه نشوف هو فين. غايبين عنه فتره طويله ولا؟ مش فتره طويله، انا كنت عنده يوم راس السنه وبعد راس السنه بيومين ثلاثه بس، دي اخر مره انا كنت عنده فيها. وبنتي متجوزه في المقطم، فانا كنت عندي بنتي عشان كانت تعبانه. فاختي اتصلت بيا وانا عندي بنتي قالت لي ابوكي قال لي اتصلي لي باختك وخليها تجيبي ابنها وتيجي، وانا عايزه الم عيالي وعايز عيالي حواليا. فطبعا انا لما اختي اتصلت عليا قلت لها طب انا جايه من عندي بنتي يوم الاربعاء. انا عرفت ان كان في خلافات بينكم، فلما سمعت ان هو عايز يرجع الود وترجعوا كويسين كان رد فعلك ايه؟ اختلف شويه مع محمد ابني عشان كان جايب له مكنه بالقسط وابني اتاخر عليه، فطبعا لما اختلف معاه فانا رحت عشان اراضيه وكده قال لي هات ابنك يجي يعتذر لي وانا ايه هتنزل يعني عن الوصل اللي انا رافعه وكده. قلت له ماشي. فاختي لما راحت اتكلمت معاه راحت قالت له ايه يا بابا انت بتعمل معانا ليه، ما انت بتستحمل الغريب وكده. راح قال لها ابنها يعني طول عليا وكده وغلط فيا. قالت له يا بابا هو مش قصده. فطبعا قال لها ايه خلاص خليها تجيبه ويعتذر لي وانا ايه مش هعمل حاجه. قالت له خلاص ماشي. فطبعا لما اتصلت بيا انا جيت من عندي بنتي يوم الاربعاء، احنا ما قدرتش اروح في اليوم ده لان طبعا المشوار تعبني. فقلت لها خلينا بكره، فروحنا على اساس ان احنا نسهر معاه بحيث ان هي بتروح الشغل وبتبقى اجازتها الجمعه، فما لقيناهوش هناك. فطبعا لما طلعت لخالته محمد قالت لي بنتي ما تكسريش الباب، لو جه من بره ممكن يكون بيجيب حاجه، لو جه من بره ولقاك كسر الباب هيزعق. قلت لها خلاص انا هستنى. ليه هيزعق؟ عشان خاطر هو ما بيحبش حد يبهدل حقه، ده طبع بابا. فخافت ان هو يعني يجي يزعق ان احنا كسرنا البيت. فقلت لها خلاص انا هستنى نص ساعه ولو ما جاش. طبعا اختي قعدت ترن عليه اكتر من 25 مره، هو من طبعه لما بيبقى في حته واحنا بنرن بيرد. حاسس بحاجه؟ هو ربك والحق لما هي قالت لي ان نور الشقه اللي في تاني دور قايد كله انا حسيت بحاجه، لان هو مش من طبيعته اصلا ان النور اللي تحت بيبقى قايد كله، هو بيبقى قايد حاجه واحده بس، انما نور الشقه كله كان قايد. فطبعا انا لما قالت لي نور الشقه كله قايد قلت لها بس يبقى كده ابوكي يا تحت في الشقه ومش عايز يفتح لنا يا اما ابوكي حصل له حاجه. خليه مش عايز يفتح لكم الباب. ما هو عشان خاطر ممكن يكون تحت حد قاعد معاه مثلا جايب له قسط جايب له حاجه. بيقولوا ان علاقتكم بيه ما كانتش كويسه، ما كنتش بتسالوا عنه؟ لا احنا كنا بنروح بس يعني ما كناش بنروح على طول، لان هو برضو طبعه جديد من النوع اللي مثلا ممكن انا اروح لو زعل من اقل حاجه بسيطه يقول لي ما تجيش تاني، بس على قد كده احنا كنا بنغيب ونبص عليه ما كناش مقاطعينه. كنتوا بتروحوا تشوفوه عشان بتحبوه ولا عشان خاطر دي صله الرحم؟
والله بصي يعني احنا كنا بنروح نبص عليه اولا صله رحمه، وتاني حاجه احنا برده عمر ما في عيل بيكره ابوه، عمرنا ما كنا بنكره. لو انا بكرهه ما كانش جه حضر فرح بنتي معايا، وكان كل شويه كان جوزي بعد ما بنتي اتجوزت جوزي تعب، كان كل يوم عندي، كان كل يوم بيجي يبص على جوزي، وكنا كويسين مع بعض ما كناش في اي حاجه قبل ما الفتره الاخيره قبل ما يموت. انا بنتي متجوزه في شهر 8 من بعديها، وكان على طول بيجيني، ممكن يجيني في اليوم مرتين ثلاثه، اقول له يا بابا السلم علي عليك، يقول لي مالكيش دعوه. وطبعا لما اختي راح اتكلمته وقالت له ضغطي صعبان عليها ان انت تشتكي ابنها واختي بتعيط ومنهاره، قال لها خليها تجيب ابنها ويجي يعتذر لي وانا هلغي الشكوى. طيب انت قولي لي كده الوضع اللي شفتي فيه والدك عامل ازاي؟ والله انا دخلت حضرتك لما عمي جه، طبعا انا لما قابلت ابو موتى في تاني دور قلت له طب يا ابو موتى اخر حال اللي انا وصلت له المحامي جنبينا اللي هو بيتعامل معايا والدي، روح له شوفه لي هناك، لو ما لقيتهوش هناك انا هكسر البيت. طبعا ابو موتى راح ورجع هو راكب مكنه، فلقيته وهو جاي بيتكلم في التليفون، فبقول له انت بتكلم مين يا ابو موتى؟ قال لي انا بكلم برن على كريم عم ناصر اللي رد عليا. قلت له ام سمر هنا وعايزه تكسر الباب عشان مش لاقي ابوه. راح قال له قول لها انا جاي. فطبعا لما عمي طلع قلت له عمي جه ما جاش انا هكسر البيت. راح ردد قال لي هو كده كده جاي. قلت له ماشي. فطبعا اما عمي جه فبيقول لي في ايه يا بنتي؟ قلت له يا عمي انا عايز اكسر الباب، انا بنته الكبيره وبقول لك اكسر الباب. طبعا لما كسر الباب عمي دخل في المقدمه في يعني اول واحد، فانا دخلت ورا عمي طبعا بضرب عيني كده يميني مطرح ما والدي بيقعد، يا رب ما حد يشوفها. انا لقيت الحاجه مقلبه والدنيا مقلوبه، قلت له يا عمي يا ابويا جرى له حاجه؟ يا حد دخل الشقه وابويا مش فيها؟ ده اللي مقبوض وقتها او حاسه بحاجه؟ بصي انا اول ما دخلت ولقيت الشقه كده بعيد عنك زي ما اكون اتسمرت في الارض. طبعا انا لما بفتح باب شقه والدي كده الباب بيقفل على اوضه الاوضه اللي هو كان فيها اللي هو اتقتل عليه طبعا. فعمي بيعمل الباب كده لقيته مرمي على السرير على بطنه ومربوط ايده ورجل، ايده دي كده ومربوط ايده ورجل. طبعا انا ما قدرتش اتحرك، انا حسيت زي ما يكون رجلي اتسمرت في الارض. اللي بقى عليا الطم على وشي واقول انا عايزه الحكومه، انا عايزه حق ابويا. عمي طب نقلف؟ قلت له ما حدش يجي جنبه، ما حدش يلمسه، ما حدش يجي جنبه، انا عايزه الحكومه، الحكومه هي اللي هتجيب لي حق ابويا. المنظر ده ما يرضيش عدو ولا حبيب. الوقت ده بيبقى جوانا مشاعر ان هو نجري على الشخص نشوفه ونقلب فيه. لا رب كل حاجه. ليه كنتم اللي انا شفته اصلي معلش ده نايم على السرير كده مش بيتحرك او انه مثلا رجله بتتحرك، لا ده ايده ورجله مربوطين في بعض ورجله عامله كده واقفه كده. فده انت هتحركي فيه ايه حضرتك؟ بيقولوا ان هو كان بتاع مشاكل هو مش بتاع مشاكل، هو كان مثلا لما حد مثلا يعني بيغيب مثلا عليه في الفلوس ولا حاجه ويعرف ان هو رفع عليه الوصل عند المحامي كانوا بيعملوا معاه مشاكل.